صباح الخير بالسويس ومن جبال السويس والماتش بتاع السويس والوضع الحلو بتاع السويس واستغلال المساحات والأماكن. يعني هنا استغلوا أماكن كويسة جدا للمنشآت ديت، قاعدة جميلة والوضع حلو أوي. نتمنى إن شاء الله تبقى عندنا كده موجودة في القاهرة أماكن زي كده نستغلها بتاعت الكورنيش. جميلة جميلة ومحترمة وقاعدة حلوة إن شاء الله. كان جميل تحفة، قاعدة حلوة، الكشاك حلوة، الواحد يتمنى ربنا يكرمه بحتة زي كده عندنا في مصر نعرف نشم فيها هوا شوية بإذن الله. حتة حلوة، المحتوى حلو أوي، فكرة حلوة أوي، مجموعة من الكشاك في قلب السكوير جميلة.